النهاردة هو آخر يوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. وصل عدد الزوار لحد امبارح بس حوالي 4.5 مليون زائر. ده رقم قياسي، يعتبر الرقم الأكبر في عدد الزوار منذ انتقال المعرض لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. الرقم ده بيقول لنا إنه لسه الكتاب بخير، بيقول لنا إنه الثقافة لسه موجودة في الشارع المصري، وإننا كلنا كمصريين عشاق للثقافة والفنون والأداب، وده موجود كده في الجينات المصرية القديمة. زمان المصري القديم كان بيوصي ابنه ويقول له حافظ على الكتاب كأنك تحافظ على أمك، وضع الكتاب وراء قلبك، من وصايا المصري القديم. هي يعني أنه الشعب المصري يعني في وعيه العميق محب للثقافة ومحب للفنون ومحب عامة للقراءة. لو بما أننا نتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يمكن كمان الإقبال اللي شفناه في المعرض السنة دي الحقيقة بيعكس اهتمام المصريين بالمعرفة والثقافة، زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، خصوصا لو بصينا لحجم المبيعات، حجم مبيعات ضخم الحقيقة للكتب في المعرض، والاستفادة من كل المبادرات والخصومات اللي قدمتها دور النشر. كانت حتى يمكن الجماهير كانت حريصة انها تستغله بشكل كبير، وانها كمان تكون موجودة في المعرض السنة دي. يمكن أنا كنت موجودة هناك الحقيقة على مدار عدة أيام، كان الإقبال كان بيزيد برغم الطقس السيء يا محمد. صحيح. والجو كان برد قوي، الناس كلها وكان في مطرة، بس كان بجد في إقبال كبير جدا وعدد ضخم من الزوار والأسر اللي كانت كمان مهتمة بجناح الطفل بشكل كبير جدا. عايز أقول لك يا جومان، أنا برضو كنت موجود اليومين اللي فاتوا. من المشاهد الجميلة جدا، غير طبعا الزحام، وده أجمل زحمة في الدنيا، الزحمة على الكتب والثقافة والمعرفة، فكرة إن الأب يروح هو وزوجته وولاده ويختار الكتب لأولاده، فكرة إن إحنا مرة تانية يبقى عندنا مكتبة في البيت، وأنا أشجع ولادي وبناتي إن هم يشتروا الكتب دي. عايز أقول لحضراتكم النهاردة اليوم الأخير فرصة طبعا، والجو النهاردة يعني كويس ولطيف، إن إحنا نزور معرض الكتاب. وعايز أقول لكم كمان فكرة إنه في كتب مخفضة جدا يا جمانة. يعني عايز أقول لك إنه مثلا في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودي هيئة مهمة جدا للنشر في مصر، في كتاب سعره 2 جنيه. يعني لو مع حضرتك أو مع حضرتك حوالي 100 جنيه ممكن تشتري 50 كتاب، ممكن تعمل مكتبة بمبلغ بسيط جدا، 100 جنيه. فرصة طبعا عظيمة جدا لكل الناس اللي عندها شغف بالقراءة والثقافة إنها تستفيد من التخفيضات والخصومات دي. ودايما كعادة معرض القاهرة الدولي للكتاب ودور النشر المشاركة في الأيام الأخيرة جمانة، آخر 3 أيام وصولا لليوم الأخير، بيبقى فيه أكتر تخفيضات للكتب. صحيح محمد. الحقيقة كمان لو هنتكلم عن الفقرات الفنية اللي موجودة هناك، الندوات الثقافية اللي موجودة هناك، مناقشات الكتب اللي موجودة هناك، عدد الكتاب بجد اللي موجودين في المعرض على مدار حتى أيامه المختلفة كتير جدا. أي قارئ بتحب تقرأ له هتلاقيه موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبيبقوا الحقيقة موجودين حتى يمكن على مدار اليوم كله، الكتاب الكبار والكتاب الشباب، حتى يمكن المترجمين، فعاليات كتيرة جدا جدا. وزي ما كنت بكلم مع حضراتكم على جناح الطفل كمان حقيقي هايل، والأطفال بتستمتع بشكل كبير جدا هناك، وفي فعاليات كتير جدا وأنشطة كتير جدا ليهم، يمكن كانت مختلفة كمان السنة دي. ده غير بقى أن في فكرة لطيفة قوي كمان معمولة السنة دي، وهي إعادة طبع أغلفة لكتاب كبار، زي بنتكلم عن نجيب محفوظ، طه حسين، مصطفى محمود. فكرة إعادة طبع الأغلفة دي مهمة جدا عشان الجيل الجديد يقدر إن هو ينجذب لقراءة هذه الكتب، لأنه مش جيل جديد يمكن مش عارف قوي، ما عندوش خلفية كبيرة عن الكتاب الكبار دول، ممكن يكون عارف أساميهم. صحيح. بس ما يعرفش أعمالهم، ما قراهاش. وده جميل كمان جمانة، فكرة إن الكتب دي متاحة بأسعار كويسة معقولة، دي حقيقة، وإنه بيحصل كده حالة تواصل أجيال. يعني الأجيال القديمة اللي إحنا ممكن ما نكونش بنقرأ ليها، لا، موجودة على مختلف الألوان في أشكال الكتابة، سواء في الرواية، المسرح، الشعر، كل حد بيحب لون معين من ألوان الكتابة أو الإبداع هيلاقي اللي بيحبه موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب. مش بس البطل في المعرض هو الكتاب، لا، ده فيه أنشطة كتيرة جدا زي ما كانت جوانا بتقول. الجميل خارج الأجنحة، وأكيد أنت شفت المشهد الرائع ده، بيبقى فيه زي مسرح كده، ستيج موجودة بتعمل فيها عروض فنية جميلة. امبارح مثلا شفت زحمة، كان في ليلة فلسطينية، شوية شباب كده وبنات موجودين على المسرح بيغنوا الأغاني الفلسطينية الجميلة. كم من الناس اللي بتحب تسمع مزيكا مختلفة وتسمع وتشوف ألوان من الفن الشعبي الفلسطيني أو المصري أو غيره، فهي زيارة
فيها جوانب ثقافية كتيرة قوي، مش بس الكتاب، لا أنا ممكن طبعاً أسمع مزيكا، ممكن أشوف عرض فولكلور، أشوف عرض فنون تشكيلية كمان موجودة، قاعة المسرح، قاعة السينما للطفل. يعني مش عايزين معرض الكتاب يخلص، عايزينه يكمل معانا شويه. يعني الايام دي اكيد هنفتقدها بشكل كبير، لكن النهارده فرصه اخيره لكل اللي لسه ما زارش معرض الكتاب. ان شاء الله خلال حلقتنا كمان النهارده هيكون معانا فقرات وتقارير كتير جدا عن اهم الفعاليات اللي بتتم او تمت في المعرض خلال الايام اللي فاتت. ومش عايزين كمان ننسى نشكر كل القائمين على تنظيم هذا المعرض الحقيقه في هذه الدوره 55. مش عايزين ابدا ننسى كمان ان احنا نشكر المتطوعين اللي كانوا موجودين في المعرض طول الوقت، بيساعدوا عدد ضخم من الزوار الحقيقه، ويمكن بجد مش هتلاقي يعني على مرمى البصر، لازم هتلاقي اكتر من شاب متطوع بيساعدك وحريص انه يساعدك، ولو محتاج اي حاجه هو موجود معاك. مجهود كبير جدا على مدار 12 ساعه تقريبا، من حتى من قبل فتح ابواب المعرض لغايه اخر دقيقه في المعرض هم موجودين واقفين على رجليهم، تبقى فتره صعبه جدا. فلازم طبعا نوجه كل التحيه والتقدير. على اي حال بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.